احسن الماتشات اللي لعبها رمضان صبحي من مده، وممكن بيراميدز يتعادل، لكن طبعا يتعادل ازاي؟ هو صعب جدا انه الاهلي يتغلب النهارده لسبب بسيط، لان احنا بقالنا يا جماعه 4 ايام او 3 ايام الناس ما بتقولش كل حاجة انه عادي جدا يا جماعة هو الماتش كله للأهلي، كل الحسابات بتقول ان الأهلي يكسب، اصل الأهلي طبيعي هيكسب، حتى زملائنا في برامج الكرة الياباني هاري كاري سوماري الأهلي هيكسب. يعني مع هذه الحركة لازم الكرة الأرضية تتحرك مع النادي الأهلي ولازم الأهلي يكسب، يجب ان الكرة الأرضية وهي بتتحرك كده تروح راجعة كده عشان الأهلي يكسب، والشناوي يصد 1,000,000 جول، والشناوي يشيل كل الأشياء المستحيلة، رغم ان الشناوي رد من صدره كور غير مستحيلة. فطبعا كل الناس بتتكلم هو الأهلي يكسب ازاي وكأن بيراميدز مش موجودة، يعني كأنه نادي بيراميدز ده، طب يا جماعة قولوا ايه 60-20 90-10 50-40 90، اي نسب مختلفة، انما هي النسبة كل واحد. وانت يا كابتن رايك الاهلي هيكسب طبعا، وانت حضرتك يا اللي ماشي في الشارع وحضرتك يا اللي بتحمري بطاطس رايك طبعا الاهلي. فطبعا مش ممكن، يعني الاهلي دلوقتي كسبان 1-0 واحنا في الشوط الرابع، لو عملت اللي الاهلي مش هيتغلب، لان الكره الارضيه كلها وهي كوره زي الكوره عايزه حسين الشحات وكهربا وعلولي والشنوني وكل وحتى هاني اللي طلع علشان يعني يسدوا مكانه، كل الكلام ده انه الاهلي يجب ان يفوز، انما لا يستطيع احد ان يدعي ان